يعاني ويكابد في باستيلات المحتل، فهو في مستشفى برزلاي. إلى الرفاعي، إلى أسران المرضى، إلى الأسرى الذين تحتجزهم دولة الاحتلال قصرا في ثلاجات الموت، إليهم جميعا ننحني. واسمحوا لي أن أتوجه للدكتورة ليلى غنام أن تتفضل لإلقاء كلمة ترحيبية باسم أهالي الأسرى وباسم فعاليات محافظة رام الله والدير. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هي يجب أن تكون كلمة قصيرة جدا لأن الأذان على وشك أن يرفع الهذان. التحية، كل التحية لعائلات أسرانا الأحبة، الشهداء الأحياء. التحية للأسرى اللي حاليا يعني بيعانوا ما بيعانوا من هذا المحتل وهذه المنظومة الإرهابية الصهيونية اللي مصرة كل يوم على أنها تزيد في تاريخها الإجرامي من هذا التاريخ الأسود اللي سيكون يوما ما هناك محاسبة على كل هذه الجرائم بإذن الله. التحية لوليد دقة، لميلاد هذه الطفلة التي انتظرت أن يحتضنها وليد وما زالت على العهد وإن شاء الله بتحتضنها وهو بكامل صحته. يعني التحية لوالد عاصف اللي متواجد بيننا ولعائلته اللي دائما تتمنى إنها تسمع عنه الأخبار الجيدة وإن شاء الله بنسمع عنه الأخبار الجيدة. للأسيرات، للأسرى، للأطفال منهم، وإن شاء الله سنبقى على العهد. واليوم نترحم على اللي كان دائما يكون بيننا، ابو بكر محمود حجازي، اللي اول ما نشوف شعله سواء شعله الانطلاقه او شعله الحريه دائما بنستذكره، بنتذكر ابو السكر، بنتذكر كل اسرانا اللي رحلوا ولكن تاريخهم ما زال مستمر وهم سيبقوا مدارس في النضال. يعني كل التحيه لكل المتواجدين، القوى الوطنيه، اخواننا في الاقليم، في التوجيه السياسي، للغرفه التجاريه، للناس اللي برغم كل الظروف الصعبه اصرت انها تضل في هذا الملف اللي هو شرف النا احنا وللي بكون فيه. يعني معقول الله اكبر، الله اكبر على هذا الظالم والطاغي، هذا الصهيوني اللي ان شاء الله بيزول وبيرفع الاذان بوجود اسرانا واسيراتنا في القدس وهي عاصمه محرره ان شاء الله. ولا يعني ما في شيء على ربنا صعب. وبقوله الله اكبر، الله اكبر دائما وابدا. التحيه، كل التحيه للاسرى والاسيرات، لقائنا قريب باذن الله. Thank you.
كما تعلمون جرت العادة أن يتم إيقاد شعلة يوم الأسير الفلسطيني في كل عام في محافظة من المحافظات. كنا نود أن يتم إيقادها في باكا مسقط رأس الأسير وليد دقة، ولكن أنتم تعلمون الظروف التي نمر فيها، وبالتالي آثرنا أن يكون هذا العام إيقاد هذه الشعلة على شرف الأسير وليد دقة والأسرى المرضى القابعين في سجون الاحتلال في مشفى سجن الرملة، الذين نتوجه لهم بالتحية والتقدير. أيضا نتوجه بالتحية إلى الأسير خضر عدنان في يوم 71 من إضرابه المفتوح عن الطعام وحالته الصحية حرجة للغاية، وهو يناشد الجميع القوة والفعاليات والمؤسسات العمل من أجل إطلاق سراحه وإطلاق سراح جميع أسرانا المرضى في سجون الاحتلال. الكلمة الآن حتى لا نطيل لوالد الأسير الرفاعي فليتفضل. التحية دائما إلى أهالي أسرانا المرضى وأسرانا جميعا في سجون الاحتلال الإسرائيلي. مساء الخير للجميع، تحياتنا لأسرانا وأسراتنا داخل السجون الإسرائيلية. يعني الحقيقة اليوم 17 نيسان، الجميع بيعرف شو 17 نيسان، اليوم يوم الأسير الفلسطيني. حقيقة بدي أحكي بس كلمتين، يعني أضعنا شغلات كثيرة من 67 وإحنا عملنا 17 نيسان يوم الأسير الفلسطيني. من 67 وإحنا قاعدين بنتمنى وبنستجدي في أي عالم إحنا. العالم قال كلمته بكل وضوح للشعب الفلسطيني، قال لنا روح اذهب أنت وربك كقاتلة، والشعب الفلسطيني قادر. إذا هو الشعب الفلسطيني على تحرير أسرى قادر إنه يحرر أسرى، والتاريخ موجود والتاريخ شاهد. وإذا بدنا نعرف تاريخنا بدنا نقرأه وبنعرف شو معنى تاريخنا، وعدونا بيعرف شو تاريخنا. أتمنى أن يكون العام القادم هو عام تحرير الأسرى. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون في العام القادم أبنائنا وأحبائنا الأسرى خارج هذه السجون، وصراحة بكفيهم يعني الذل والمعاناة اللي يعانوها. يعطيكم العافية، وكل عام والجميع بألف ألف. بعد هذه الرسالة من أهالي أسرانا المرضى في سجون الاحتلال لم يبقى قول. أدعو أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، القيادة عطوفة الأخ الدكتورة ليلى غنام المحافظ، الإخوة والأخوات ممثلي القوى والفعاليات لإيقاد الشعلة. على بركة الله فلنوقد هذه الشعلة. الأخ موفق سحوير أمين سر الإقليم، الإخوان جميعا فلنوقد هذه الشعلة تأكيدا على مضينا على طريق الأسرى والشهداء حتى النصر وحتى الحرية. سنمضي دائما خلف أسرانا البواسل متسلحين بكل هذا التراث وهذا الإرث الكبير الذي خلفته الحركة الأسيرة في وجداني وفي عقولي وقلوب أبناء شعبنا الفلسطيني. نوقد على بركة الله وباسم أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال شعلة الذكرى هذا العام، ونحن أكثر تصميما على المضي في كفاحنا ونضالنا حتى الحرية حتى الاستقلال حتى كنس هذا الاحتلال عن أرضنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. لن تسقط الراية التي حملها الأسرى والأسيرات التي ناضلوا من أجلها على طريق حرية شعبنا وعلى طريق إحقاق حقوقه المشروعة في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني. لن تنجح هذه الحكومة الفاشية في كسر إرادة شعبنا لأسرانا كل أسرانا في باستيلات المحتل. نقول لهم بأن الفجر قادم والفجر آت، وبأن هذا الشعب سيسير على درب الشهداء الأبرار والأسرى الأحرار حتى الحرية وحتى كنس الاحتلال. عشتم عاشت فلسطين حرة عربية. خليها
السلام إذا بدته آسفا إن السلام بديننا وبشيمتنا لا تحسب أن القيد كان مكبري لا تحسب أن السجن أمد قوتي فالقيد سلسلة تزين معصمي والسجن مدرسة تزيد مهابتي وإذا تظن أن السياط تذلني فالضعف فيك وبالصمود إرادتي وإذا تظن أن السياط تذلني الجهة خلي يصوروا من الجهة مع الهاد منين؟ رجع لورا في الطين يصير أحسن بديش علي مدخل صورة كانت موجودة وإذا حسيت تنبيرك عزيز فتنسونا هذا الذي Let's go.